أولاً أخي فراس، نتحدث عن نظام إسرائيلي اليوم منذ 2009 يسيطر عليه قوى يمينية من الليكود والبيت اليهودي وعناصر أخرى يمينية، وبالتالي نتحدث عن فترة زمنية اليمين فيها قوي جدا حتى على مستوى الشعب وعلى مستوى الانتخاب، وبالتالي يعني في قمة قوة اليمين داخل دولة إسرائيل، هو بحاجة لمثل هذا القانون؟ وما هو الدافع؟ ما يهم هنا هو ما هو الدافع اللي سن هذا القانون؟ هل الدافع هو سياسي انتخابي وهو صراع داخلي بين الليكود وبين البيت اليهودي؟ وقد آمن بنيامين نتنياهو في ليلة 17/3/2015 في الانتخابات أن العرب يهرولون إلى الانتخابات، هذا طبعا أحدث تغيير كبير جدا في ليلة الانتخابات وفي يوم الانتخابات حينما قرر الكثير من الجمهور الإسرائيلي الذي كان يريد التصويت للبيت اليهودي وغير رأيه في صباح ذلك اليوم بعد خطام بنيامين نتنياهو بسبب الخوف من المواطنين العرب الذين ذهبوا فعلا بنسب عالية جدا. وبالتالي السؤال، هل هو هدفه سياسي انتخابي داخلي اقتراب الانتخابات، أو هو خطوة مصيرية نحو استراتيجية جديدة تريد ليس فقط إقصاء المجتمع العربي وإنما هي خطوة الآن سنتحدث عنها؟ يعني الآن يمكن بصراحة، يعني أي إنسان في التاريخ اليوم اذهب إلى 1933 في ألمانيا حينما وصل الحزب النازي إلى الحكم في ألمانيا، كان في هناك يهود موجودين في المكاتب الحكومية، وكان في هناك حتى أشخاص اللي هم مؤثرين جدا في السياسة، وكان هناك اندماج كبير جدا للأشخاص اليهودية خاصة في ظل حكومة فيمار الديمقراطية التي قامت بعد الحرب العالمية الأولى. ولكن بسنة 1935 تم صن قوانين نيرنبرغ التي فيها تم تفضيل المجتمع الألماني والمواطن الألماني، وتم تحديد هوية من هو المواطن الألماني، وتم إقصاء المجتمع اليهودي من المجتمع الألماني، وكان هذا له تداعيات. ولذلك يعني يمكن للبعض أن يقول لا تقارن، أنا لا أقول أن إسرائيل نحو نظام نازي، ولكنها الآن إسرائيل دولة تبتعد بشكل واضح عن الديمقراطية، تبتعد كثيرا عن الديمقراطية، وهي متجهة نحو بناء نظام يقصي المجتمع العربي الفلسطيني داخله، ويعطي فعلا أفضلية ويعطي استعلاء للمواطن اليهودي، المواطن اليهودي فقط وليس حتى المواطن العربي من يخدم بالجيش أو من المواطنين المواليين لهذا النظام. وبالتالي أنا باعتقادي هذا القانون، فراس انتبه، هذا القانون هو بداية لنهاية النظام الديمقراطي داخل دولة إسرائيل.